بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. من بين الأمور التي تعتبر من المعاصي الكبيرة التي توعد عليها الله دخول النار هو اللواط، وهو ما يطلق عليه الشذوذ الجنسي المذكر، وهو ممارسة الرجل مع الرجل جنسياً. ولعل هذا السلوك الجنسي بدأ في قوم لوط، لأن لوط الذي أرسله الله إلى تلك القرية لمعالجة هذه العادة القبيحة السيئة، هو يتحدث أن هؤلاء القوم هم أول الناس الذين مارسوا هذه العادة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولوطاً إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون، يعني تتجاوزون الحدود المعقولة في عملكم هذا. لأن مسألة السلوك الجنسي قد أعده الله سبحانه وتعالى بإعداد خاص فيما خلقه في تنوعات الرجل والمرأة، فالحالة الطبيعية إنما هي العلاقة بين الرجال والنساء، لأن الجسد هنا وهناك قد أعد لذلك. أما بالنسبة إلى مسألة النساء، بالنسبة للنساء كما ذكرنا بالأمس حول السحاق، فلم يعد جسد المرأة بالنسبة إلى جسد المرأة لتلبية هذه الحاجة الغريزية. وكذلك بالنسبة إلى مسألة جسد الرجل بالنسبة إلى جسد الرجل، هو لم يعد إعداداً طبيعياً لهذا السلوك الغريزي. ولا بد للإنسان حسب النظرة الإسلامية من أن ينظم شهواته على حسب الوضع الطبيعي، ولا يستسلم لهوى نفسه في كل شيء، وذلك من جهة الأضرار التي تحصل للإنسان وعدم وجود ضرورة لذلك. ولهذا اعتبرت هذه العادة، سواء بالنسبة إلى علاقة النساء بالنساء أو علاقة الرجال بالرجال، اعتبرت شذوذاً. هلا يعبر عنها الشذوذ الجنسي، الشذوذ الجنسي المؤنث بالنسبة للنساء والشذوذ الجنسي المذكر بالنسبة للرجال. ولكن فالإسلام أراد للإنسان في كل أموره، يعني في الطعام، في الشراب، في الجنس، أن يسلك
الحالة الطبيعية لما ركب عليه جسده، ولا يتجاوزها إلى كل ما يخطر بباله في هذا المجال. ولكن المشكلة الآن الذي واجهناها في الغرب أن الغرب أخذ بمبدأ الحرية الإنسانية، أن الإنسان حر في ممارسة أي شيء يحبه ويشتهيه من دون أن يدرس التشريع الغربي لإنقاذ الإنسان من نفسه. المهم أنك بتسيء لغيرك، وليس لأي إنسان أن يتدخل في حرية غيره فيما يريد. النظرة الإسلامية ليست كذلك. النظرة الإسلامية تقول أن علينا أن ننقذ الإنسان من غيره كما علينا أن ننقذ الإنسان من نفسه. يعني في التشريعات الإسلامية إذا أراد شخص أن ينتحر يجب على الناس أن يمنعوه. في الغرب ليس كذلك، حر ينتحر، يعني ما يكون يقوم بجريمة إذا انتحر. بينما في الإسلام واحد إذا انتحر يعتبر هذه جريمة في المقام. في الإسلام لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه، أن يأكل الأكل الذي يؤدي إلى الإضرار بنفسه، أن يشرب الشراب الذي يضره أيضاً نفسياً. كذلك بالنسبة إلى العادات السيئة القبيحة أيضاً الإسلام يمنعها لأنها تضر الإنسان، وتعتبر المفاسد حتى في الأشياء الذي بيرتاح إليها الإنسان في بعض الحالات. مع ذلك الإسلام يقول للإنسان أنت وازن بين الأضرار والمنافع، الشيء اللي ضرره أكثر من نفعه لا تعمله. ولهذا الله سبحانه وتعالى في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني صحيح يمكن إنسان ينتفع بالخمر 120، ينتفع بالقمار 120، لكن ضرره 180، والشيء اللي ضرره أكبر من نفعه لازم يترك الإنسان. كذلك يعني هذا المسألة، مسألة العادات الجنسية الشاذة، هذه أيضا من الأمور التي ضررها أكثر من نفعها، ولا سيما بالنسبة إلى اللواط. يعني الآن الأبحاث الموجودة في العالم أن من بين الأسباب التي تؤدي إلى مرض نقص المناعة الإيدز، هذا المرض المميت والذي انتشر في العالم الآن أصبح في حجم عشرات الملايين، هذا الآن اللواط يؤدي أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإيدز. ولهذا المناطق التي ينتشر فيها اللواط ينتشر فيها الإيدز بالإضافة إلى الأسباب الأخرى. ولذلك الإسلام حارب هذه محاربة فوق العادة، وهذا قد يؤدي إلى العدوان على الناس. هؤلاء قوم لوط، الله يقول إن يعني إنكم تقطعون السبيل، كانوا يقطعوا الطريق حتى يشوفوا الشباب أو الولاد اللي هني يعني عندهم جمال بالصورة حتى يعتدوا عليهم. كان كيف عملية اغتصاب النساء عندنا هالأيام، في أيضا هم عندنا أيضا اغتصاب الأولاد أيضا الذكور، مثل ما عندنا الآن في شيء يسموه
بالعالم الغربي السياحة الجنسية الآن يستوردوا من كثير من البلدان خصوص مناطق أوروبا الشرقية وبعض المناطق الفقيرة، يستوردوا أولاد صغار وبنات صغيرات يأخذوهم باسم العمل، ولكنه يحاولوا أن يستخدموهم في عملية يعني الزنا أو عملية اللواط، حتى يتاجروا فيهم تجارة. البغاء، في بغاء ذكوري وبغاء نسائي أيضا موجود بالعالم، هذا يسموه السياحة الجنسية. يعني هذا يهيئوا للسياح الذين يأتون هنا وهناك في بغاء هذا القبيل هذا. وهذا كما قلنا حتى أن قوم لوط عندما جاء الملائكة من أجل بعد أن صدر الأمر من الله على إنزال العذاب بهذا، الملائكة لما إجوا إلى لوط إجوا بصورة شباب حلوين لطيفين هذا، فالجماعة أقبلوا يريدون يعتدوا عليهم. لوط بالأول ما عرف على أنه هؤلاء ملائكة، صار جماعة هؤلاء بناتي يعني يا عمي لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ يعني قام يتوسل فيهم عند ضيوف أو لجايين، ما وافقوا معه. بعدين الملائكة أنقذوه، قالوا نحن إنا رسل ربك، إحنا جايين حتى ننزل العذاب بهذه القرية، اخرج أنت وأهلك الصبح بدنا نعذبهم، نقلب القرية طالع نازل، بس امرأتك تبقى لأنه هي مع قومها. ما قال الله ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وقيل ادخل النار مع الداخلين. والله قلب هذه القرية عليها سافلة. نجي احنا للأحاديث الواردة في هذا المجال. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط، وعنه عليه السلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني إعدام الاثنين. وعنه صلى الله عليه وآله من ألح في وطئ الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه، يعني الإنسان اللي يمارس عملية الشذوذ الجنسي كعنوان الفاعل راح ينتهي إلى أن يكون أيضا هو يخضع لها العادة. الإمام علي يقول ما أمكن أحد من نفسه طائعا يلعب به إلا ألقى الله عليه شهوة نساء، يصير يعني حالة في ملك المرأة. يقول الإمام الرضا فيما روي عنه علة تحريم الذكران للذكران، ليش الله حرم اللواط؟ والإناث للإناث، ليش الله حرم السحاق؟ لما ركب في الإناث وما طبع عليه الذكران ولما في إتيان، لأنه يقول هذه طبيعة أنثوية طبيعة ذكورية، فالمفروض على أن الأنثى لا تتقمص شخصية الذكر، والمفروض أن الذكر لا يتقمص شخصية الأنثى. الإمام الصادق عليه السلام لما سأله الزنديق عن علة تحريم اللواط يقول من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالاً لاستغنى الرجال عن النساء، وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج، وكان في إجازة ذلك فساد كثير، يعني يصير في خراب العالم. قال فلما حرم إتيان البهيمة، الأشياء المحرمة اللي بيمارسها بعض الناس، أنه يمارسون العمل الجنسي مع البهائم، مع في البهائم الذي يرعوها وللكذا غنم بقر إلى آخره. قال كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله، ولذلك هذا أيضا من المحرم
في لأنه أيضا يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة. وهكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على ناكح يده، يعني هذا اللي يمارس العادة السرية، وعلى من أتى الذكران من العالمين. عنه صلى الله عليه وآله: من يعمل من أمتي عمل قوم لوط ثم يموت على ذلك فهو مؤجل إلى أن يوضع في لحده، فإذا وضع فيه لم يمكث أكثر من ثلاث حتى تقذفه الأرض إلى جملة قوم لوط المهلكين فيحشر معه. الله بيحشر مع قوم لوط. وهكذا من مات مصراً يقول: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقرئ عنده آيات من هود، فلما بلغ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، فقال عليه السلام: من مات مصراً على اللواط فلم يتب يرميه الله بحجارة بحجر من تلك الحجارة يكون فيه منيته ولا يراه أحد. وهكذا في ينطلق كما قلنا التشريع الإسلامي لتحريم هذه العادة الذميمة، وكما قلنا أن عقوبتها في الإسلام هي الإعدام. وكذلك الآن عندنا في شيء، وهو أنه إذا لاط الإنسان بغلام حرمت عليه أخته وابنته، يعني ما بيجوز واحد إذا لاط بشخص ما بيجوز يتزوج أخته، حرام ويكون الزواج باطل. أو إذا كان ذاك الشخص كبير وعنده بنت ما بيجوز يتزوجها، وهذا من الفتاوى المشهورة المعروفة عند العلماء في هذا المجال. وكما ذكرنا أيضاً من المحرمات العادة السرية، وهي هذا الاستمناء باليد، أيضاً هذا من الأمور المحرمة. وأما حق فرجك فحفظه مما لا يحل لك. وشو الطريقة الإنسان يحفظ نفسه؟ والاستعانة عليه بغض البصر. إنسان لما يكون دائماً يعني ينظر إلى النساء ويتابعهن بنظره نظر شهوة وتلذذ وريبة، أو النظر إلى أيضاً حسان الوجوه من الفتيان أيضاً، هذا الإنسان إذا غض البصر فإن ذلك يعينه على العفة، فإنه من أعون الأعوان. وضبطه إذا هم بالجوع والظمأ، يعني الإنسان إذا فرضنا على أنه شاف على أن شهوته بدأت تغلبه، فيحاول الإنسان أن يعالج ذلك بالجوع وبالظمأ وذكر الموت والتهدد لنفسك بالله، يعني تخاطب نفسك بأنني إذا فعلت هذا الزنا أو اللواط أو السحاق فإنني سأواجه عقاب الله وسأواجه دخول النار. الإنسان دائماً يكون يحذر نفسه من غضب الله وسخطه. وإحنا نقرأ دعاء كميل: وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. والتخويف لها به يعني بالله، والله العصمة والتأييد. لذلك أيها الأحبة، هذا الجانب من حياتنا ينبغي للمؤمن أن لا يمارس أي نوع من هذا السلوك الجنسي المحرم، بل الله سبحانه يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. أن الإنسان الذي ما يستطيع الزواج عليه مهما أمكن أن يجاهد نفسه ويأخذ بأسباب العفة حتى يغنيه الله من فضله. وكما قلنا هاي المسألة تتصل
بالمصلحة الفردية للإنسان وبالمصلحة الاجتماعية للمجتمع، وأيضاً تتصل بسلامة الإنسان في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.